في تصريح خاص لمركز الأخبار، أكد سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات بأن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير وإنشاء عدد من الأسواق المركزية في مختلف محافظات المملكة بما فيها المدن الإسكانية الجديدة، حيث سيتم إنشاؤها وفق أعلى معايير الجودة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص. لا شك أن الأسواق هي يعني عامل أساسي وخدمة أساسية مطلوب توفيرها في المدن الكبيره حقيقه. اليوم احنا وزاره شؤون البلديات والزراعه عندنا برنامج متكامل حقيقه بتوجيه من الحكومه الموقره لتوفير عدد من الاسواق، سواء تطوير الاسواق او انشاء اسواق جديده، سواء في المدن الاسكانيه او تطوير الاسواق الحاليه. عندنا جاي في الطريق سوق ستره قريبا ان شاء الله في النصف الاول من 24، وعندنا بدأ العمل في سوق مدينة حمد، وهناك أسواق جديدة أيضا وتطوير أسواق أخرى جاية إن شاء الله في برنامج 24 و25. وإحنا في الوزارة مستمرين بتوجيه من الحكومة الموقرة لتوفير هذه الخدمات الأساسية اللي تعتبر حقيقة مكون أساسي من الانفراستراكشر للمناطق الرئيسية والمحافظات. اليوم احنا عندنا مدينة حمد بدأ العمل في السوق، وأيضا متجهين الأسواق المدن الأخرى ومنها مدينة خليفة. مدينة خليفة اليوم نعمل حقيقة على يعني الإجراءات اللازمة لطرح هذا السوق للقطاع الخاص. الحقيقة اليوم توجهنا أيضا مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة الأسواق